برحب بحضراتكم مره تانية. انا بقى النهارده معايا نموذج من ذوي القدرات الخاصه، وزي ما حضراتكم طبعا متعودين ان احنا في الفقره الثانيه بيكون معانا طفل او طفله او اي موهوب من ولادنا من ذوي القدرات الخاصه. النهارده بقى معانا اول بنت تعتبر كده على مستوى يعني مصر، عامله قناه على اليوتيوب، القناه دي للهاند ميد، وهي طبعا اسمها قناه داون او قناه داون سيندروم للهاند ميد. معانا حبيبتنا رضوى، هي بقى شاطرة جدا، عاملة نتيجة، عاملة صواني، عاملة شنط، عاملة حاجات بصراحة تحفة يعني. فالنهاردة ان شاء الله تعمل لنا حاجة جميلة وتعمل لنا صينية، بس الاول نرحب بيها مع بعض. ازيك يا رضوى؟ الحمد لله. عاملة ايه؟ الحمد لله. انت في سنة كام؟ 20. في سنة كام؟ تانية. تانية ايه؟ ابتدائي. تانية ثانوي صح؟ انا بقى شايفك عامله على اليوتيوب قناه جميله جدا بقى، وعامله حاجات بقى شغل بايدك كده. النهارده بقى تعملي لنا ايه؟ يعني عملي هتعملي ايه دلوقتي؟ صينيه. جايبه ايه بقى عشان تعملي صينيه؟ يعني غطا. غطا علبه، غطا جردل وبوهيه. بويا لونها ايه؟ اسود. تمام، يلا بقى اشتغلي، يلا وريني الشطاره بقى. رضوى بقى معانا يا جماعه بتلون الاول الصينيه او الغطا البلاستيك بالبوهية، ومن الغطا ده هتطلع احلى صينيه دلوقتي. شوفوا معانا كده. برافو يا رضوى، برافو، شاطره، ماسكه الفرشه بطريقه جميله ومنظمه، وايديها مش بتروح ولا تيجي. لا بجد انت شطوره يا رضوى. شايفين رضوى ماسكه ازاي الفرشه وبتلون بالراحة، مش بتوقع الألوان ولا بتبهدل الدنيا. ومنظمة خالص حتة بحتة. شاطرة يا رضوى، برافو. شاطرة، برافو. يا رضوى لابسة جوانتي بقى وعاملة شغل ايه جميل. بصي يا رضوى بقى، انت كده لونتي بالبوهية السوداء، هاتي بقى البوهية دي على ما تنشف حطيها على جنب هنا، وخدي اسمها ايه الغطا بتاع الجردل اللي احنا هنعمله صينية اللي هو نشف، وامسكيه كملي بقى الايدين والازاز والحاجة. هاتي ده بالراحة كده، حطيه هنا على جنب بالراحة، هاتيه كده. ايوه بس خدي بقى الغطا الجردل اللي هو ده الاسود اللي نشف ده، هنسيبه يا جماعه ينشف طبعا، وهنستخدم الغطاء اللي هو الناشف معانا. هي كده رضوى
عملت البوهيه السوداء، وطبعا هنسيبها تنشف شويه، ومعانا غطا تاني البوهيه بتاعته ناشفه. هتركب بقى الايدين وهتركب بقى السنادات بتاعت الصينيه، ونشوف بقى مع بعض التحفه في الاخر، هتبقى حاجه تحفه تحفه يعني. ايه دي يا رضوى؟ دي؟ قماش اطراس. تمام تمام. رضوى معاها مسدس الشمع وبتعمل بطريقة منظمة جدا، وإيديها مش بتتهز، محترفة يعني. برافو يا رضوى برافو. هتلزق دلوقتي. برافو. يلا حطي بقى الحاجه السندات بسرعه يا رضوى. سرعي شويه يا رضوى. يلا بصوا هي بتعمل ازاي القعده بتاعت الصينيه. يلا يا رضوى يلا 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 بسرعه. حطي بقى حطي الايديه يلا لزقيها بقى يلا. حطي الازاز بقى يا رضوى، حطي الازاز، اقلبي بقى الصينيه وحطي الازاز عشان ما فيش وقت في البرنامج. حطي الازاز بقى، حطي الازاز عليها والايدين بسرعه قبل ما نختم. يلا حطي الازاز، حطي الازاز والايد بسرعه يلا، عشان بس الصينيه بس شكلها يبان ونقفل. تقفل بس يلا، قفلي بسرعه يلا. حطي بتركب بقى الايدين رضوى، وهتحطي الازاز وخلاص، يبقى كده صينيه جميله جدا. يلا يا رضوى يلا يا رب برافو. الايد التانية بقى برافو يلا. تمام برافو. الايد التانية يا رضوى يلا، حطي الازاز خلاص. حطي يلا، حطي الازاز، حطي الازاز يا رضوى يلا. تمام برافو يلا. حطي بقى الازاز، الازاز يلا، الازاز حطي الازاز بقى، اقلبيها اقلبيها وحطي الازاز. ايوه حطي الازاز، حطي الازاز بسرعه يلا بسرعه يلا. حطي الازاز يا رضوى، حطي الازاز بسرعه يلا بسرعه يلا يا رضوى بسرعه يلا. كده الصينية رضوى عملتها جميلة جدا. ارفعيها فوق بقى، ارفعيها فوق يلا. بصوا قد ايه يا جمالها، ارفعيها فوق اكتر. بصوا قد ايه الصينية بقت جميلة، امسكيها من ايديها يا رضوى، امسكيها. بصوا الجمال، تحفة الصينية. اشوفكم في حلقة تانية بقى ان شاء الله. ماما شاب.